وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي قناة مملكة فاطمة الزهراء. اليوم غادي نتشارك معكم طريقتي في تحضير الدجاج محمر بالدغميرة ومعمر بالشعرية الصينية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة خديت الدجاجة غسلتها مزيان بالملح الخل الحامض سكنجبير وشوية ديال الدقيق وخليتها تتقطر. التوابل اللي غادي نحتاج في هاد الدجاج، غادي نحتاج نصف ملعقة ديال القاقلة ونصف معلقة ديال البسيبيسة أي معلقة كبيرة بيناتهم. غنحتاج الملح، ملعقة صغيرة عمرة مزيان سكنجبير، نصف ملعقة ديال الإبزار ونصف ملعقة ديال الكركم، ملعقة صغيرة طبعا. وغادي نحتاج لضامة ديال الزعفران حيت ما متوفرش عندي زعفران شعرة، وغنحتاج كذلك قزبر ومعدنوس، خمسة ديال الفصوص ديال الثومة. غادي نحتاج لب ديال الحامضة مصيرة، ملعقة صغيرة مملوءة مزيان ديال الهريسة، وملعقة كبيرة ديال الخردل. هنا كما كتشوفوا غادي نخلط كاع المكونات مع بعضها الا الضامه ديال الزعفران. غادي نديرها في شويه ديال الماء ونخليها حتى تذوب، من بعد نزيدها على هاد المكونات. وغادي نزيد عصير ديال نصف حامضه، انا نسيت ما قلتوش في المكونات في الاول. هاي كما كتشوفوا هنا كنزيد الحامض، زدت غير يعني انا عصرت حامضه كامله، درت النص ديالها درتو في هذا الخليط اللي غادي نتبل به الدجاجه، والنص الثاني غادي نخليه من بعد غادي نضيفه للدجاجه ملي تقرب الطيب باش ما تحلش ليا يعني في الطياب تبقى مجموعه. غادي دابا ندهن الدجاجه مزيان من تحت الجلده وغندهنها كامله بهذا الخليط، غنخلي منه غير واحد شويه اللي غادي نديرو اللي غادي ندير معاه الشعريه الصينيه والفطر. هانتوما كتشوفوا الطريقه. للاشاره فقط انا في هاد التوابل غادي تلاحظوا انني زدت شويه ديال الملح، تقريبا درت نصف ملعقه صغيره، غير محيت في الغسيل ديال الدجاج كان الدجاجه ما كانتش يعني ما فيهاش كميه كبيره ديال الملح، داكشي علاش يعني انا كثرت الحامض والخل وسكنجبير على الملح اللي غسلت به الدجاجه، هادشي علاش انا زدت فيها واحد شويه في التوابل باش ما تجينيش مصوصه. اذا الا كنتو غسلتو الدجاجه وكثرتو فيها الملح بزاف وشربات داك الملح فبلا ما تزيدوا الملح باش ما تجيش مالحه.
من بعد ما غادي نسالي غادي نخليها جانبا وندوز باش نوجد الحشوة اللي غادي نعمرها بها. هنا خديت فطر معلب قطعته صغير وشعرية صينية سلقتها في الماء وقطعتها هي صغيرة. غادي نخلطهم مع داك شوية ديال الخليط اللي قلت لكم في الأول غادي نخليه من التتبيلة. غادي نخلط معهم هاد الشعرية الصينية والفطر ونعمر بهم الدجاجة. عاد غادي ندخلها للتلاجة تبات ليلة كاملة قبل ما نطيبها. هاد البلايص هنا اللي كنجمعهم كاين اللي كيخيطهم باش ما تخرجش الحشوه ملي يكون الدجاج طيب، ولكن انا ما غاديش نجمعهم، غادي ما غاديش نخيطهم، غادي نجمع الدجاجه بالطريقه العاديه اللي موالفين كنجمعوها بها. غير من اللي غادي نجمعها ونسالي غادي ناخد عود الاسنان، غناخد واحد منه والجهه اللي غتبان لي بقات محلوله بزاف غادي نجمعها بداك عود الاسنان. صافي، كما كتشوفوا هنا كنجمعها بالطريقه العاديه. غادي ناخد الخيط اللي كيكون في المعدنوس في الربطه ديال المعدنوس ولا ديال النعناع، هو باش غادي نجمع لها هذوك الرجلين باش غادي نشدهم باش نضمن انها ما تحلش ليا في الطياب. والجهه اللي كما قلت لكم الجهه اللي غتبان ليا بقات محلوله غادي نزيد نجمعها بعود الاسنان بواحد، فقط واحد غيكفي. من بعد ما باتت الدجاجة في الثلاجة ليلة كاملة غادي ندوز باش نطيبها. غنحتاج ثلاثة البصلات كبار قطعتهم بهذا الشكل، وهذه هي الدجاجة بعد ما خرجتها. هي هنا كما كتشوفوا مجموعة مزيان، يعني ما عندش ما كاينش شي بلاصة اللي محلولة باش الحشوة تخرج. هيا مربوطة بالخيط وفي واحد الجنب درت ليها عود الأسنان. غادي ناخد الطنجره اللي غنطيب فيها الدجاج، نحط فيها الدجاجه وما ندير لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط غادي نحط فيها الدجاجه وغادي نزيد عليها الماء، يعني النص ديال الماء يوصل لنص الصدر ديالها. وغادي ناخد شويه من البصله اللي قطعت نديرها معاها ونديرها على البوطه فوق العافيه تكون مجهده حتى تطلع فيها الغليه. عاد غادي نقص البوطه. هنا ملي غلى الماء غادي نقص البوطه
وانا كنزيد معها شويه ديال التوابل، فملي كتكون طيب هنا زدت شويه نص معلقه تقريبا ديال الزنجبير، معلقه صغيره فقط، وغادي نزيد الكركم وبسيبيزه حتى هما نص معلقه نص معلقه، معلقه ديال الشاي، وغادي نحركها شويه باش ما تلصقش، وغندير فيها ثقوب ب يعني ديال الشوا ولا بالقطيب، ولا غادي ندير فيها شويه ديال الثقوب باش تدخل ليها يعني تدخل ليها داك الماء ويدخلها الطياب دغيا. من بعد غادي نغطيها، نخليها ما نغطيهاش يعني ما نسدش عليها الطنجره كامله، غادي غير نخلي واحد شويه محلول باش ما تطبقش الدجاجه وتبقى يعني تبقى هكا الشكل ديالها. مره مره غنبقى نحل نحركها ونقلبها على الجهه الاخرى، وغادي نبقى بهذه الطريقه حتى تطيب. طبيعه الحال ملي غادي نقلبها يعني للجهه الاخرى نفس الشيء غادي ندير لها حتى هي، غادي ندير فيها واحد الثقوب في الجناب ونخليها. ها هي كما كتشوفوا هنا قلبتها، وغادي ندير فيها حتى في هذه الجهه يعني ثقوب. هنا كنت شفت الدجاجة لقيتها صافي طابت، غادي نحيدها وغادي ندير البصلة في الطنجرة ونخلي البوطة ناقصة، وغادي نزيد عليها نص كاس ديال الزيت. انا درت فقط الزيت العادية، كاين اللي كيبغي يدير زيت البلدية لكم الاختيار طبعا. غادي نخلي البوطة ناقصة، وكل مرة غادي نبقى نحرك باش ما تلصقش ليا داك باش ما تلصقش ليا البصله حتى تهبط مزيان وتتعسل، عاد غادي نطفي عليها البوطه. في هذا الوقت اللي غادي تكون توجد فيه التغميره خديت ملعقه ديال الخردل
غادي ندهن به الدجاجه مزيان، ولا شتو ناقص يعني غادي نزيد، لان عندنا من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. وغناخد صينيه ديال الفرن، ندير فيها شويه ديال الزيت، تقريبا معلقه ولا جوج معالق. غنحط فيها الدجاجه وندخلها للفران حتى تتحمر. انا فضلت ندير لها الطريقه احسن ما نقليها في الزيت. من بعد ما تحمرات الدجاجه والدغميره وجدات، غادي ندوز باش نحطها في طبق التقديم. انا قدمتها بطريقه بسيطه، والتزيين كيبقى اختياري، يعني كل واحد يزينها بالطريقه اللي بغا. ها هي كما كتشوفوا هنايا محمره على جوج جوايه. غادي نحط الدجاجه وندير الدغميره في الجناب، غادي نزينها بشويه ديال الحامض مصير وشويه ديال الهريسه، يعني انا اكتفيت بهذا التزيين فقط. نتمنى فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتعجبكم الطريقه وتجربوها. ومع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.